مع كل يوم عم تتقدم ألف بموضوع الدوغ ساشن لاين أكثر وأكثر، ودانا اللي عم تلعب دور أساسي لنجاح مشروع ألف اجتمعت بالصبايا لتخبرهم عن آخر التطورات اللي عم تشتغل عليها. واو تفضلوا. Beautiful. أحلى صبحية عن جد. It's beautiful. Well presented. فرحت بخطوهم. كله من إيديا لفرح. ست بيت عم بتكون. برافو. وبلشت القعدة بالدردشة المعتادة. ما بتشبه النحلة هلا؟ حلوين بس ما هيك لونات. كثير حلوين. أحلى. نغيرت أحلى دانا. أنا I like them both. They're both very original. كثير بحب هيك يعني كل واحد بضوء. أنا بحب هول اللي بضوء كثير. هلا خاصة بالصيفية. أنا عندي غرام شيء اسمه لونات. أنا I collect them. أنا كمان. ليك بتعرفي شو أهم شيء البريكفاست الصبح؟ إيه موست امبورتنت. إذا أنا إذا ما بتروى على فكرة ما في كم منها. إيه بقولوا إذا ما بتتروى يعني خاصة مثلا بيكونوا عم بيعملوا دايت أهم شيء الترويقة. ما إذا they can skip إنه دينر بس إنه مش الترويقة. هو dinner and late lunch is fine بس dinner and I don't believe in dinners. وبس صار وقت الشغل. اختلفوا أليس وفرح بشو بدهم يبلشوا. طيب انا بنشوف السكتشز. خلص بدك تشوف السكتشز ولا الويب سايت؟ سكتشز بالاول. قصدي بالاول ويب سايت. اخر شيء انا مش شايفه السكتشز. انا لسه اخذ فكره على القليل. بس بدي اشوف الويب سايت انا كثير متحمسه. فقرروا ينقصموا. فرح تشوف السكتشز وانا وياك نشوف الويب سايت. شوفي ونطلع عليهم. شوفي السكتشز. انتبهي ما توسخي الشيء. وبالوقت اللي عم تتفرج فيه فرح على السكتشز، كانوا دانا وألس مشغولين بالويب سايت، لينال اعجاب ألس بشكل كبير. كثير حلوه بتعقد. حكيت لك دايز، اورز، مينيت، سكند. واو واو واو. اند كونكت وذ اس. هلا ما بعرف اذا عندك بنترست. ايه عندك او كثير منيح. انا قلت لحالي انه بركي بس عندي انه شخصيا يعني انه ماي بيرسون بدي اعمل فيك في ايه اتس ماتش بيتر اتس ماتش بيتر. وحتى حطيت لك نوتيفاي مي وين ذا سايت از ريدي. هيدي الهوم بيج. الهوم بيج اوكي. عندك هون اللوج لوج ان اند ريجستر. فيك تحطي حلوه اول ما تحطي ستوري. ايه ما حطيت استلا مكتبي انه وحده لانه هيدي اكزاكتلي دانا بيعقدوا عن جد يعني كل كل رسم احلى. انت شوف الويب سايت حياتي. انا هيدا حبيته كثير انه شو مهضوم هون للصبي بدله هون دراس. وهي وعم تشوف فرح السكتشز قرروا الصبايا انه لازم يلاقوا عريس لاستلا. طب من حيكون لابس البدله عريس؟ ايه بتمنى لها عريس لستلا ومزوجة. حبيبتي عندي احلى عريس لستلا. فرح كانت مفكره بالموضوع من قبل ومحضره صوره العريس اللي بتلاقيه الانسب لستلا. شوفها يا وين مين هيدا؟ روكي اطيب. اتخيلي لبس البدله وستلا حده. لا 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 they would be very cute. لا خلص لك يا روبي والسلم. انا عم تخيل فوتوشوت دراسه عن جد. لا ما تتخيلي الفوتوشوت معروف كل سنه لبرا. وانفتح موضوع الدوغز فوتوشوتينج بس كان في شويه تناقض بالاراء. ما بعرف افكر انا اوت دور. انت اوت دور ولا ان بس هيك اوت دور احلى وخاصه التاسي كثير حلو هلا هلا ايه بس انه اندور از مور مش انه بروفيشنال بس انه بيكون في لاش ديستراكشن اكثر يمكن برا هربوا الكلاب. ايه بس مش احلى بيطلعوا الكولرز انه تخيلي اون ذا هلا اتس ترو بس بيكون ديستراكشن كثير انه هيك تو ماتش ما فيك انه تو كونسنتريت اون ذا اوتفيت. اذا مثلا بتاخذي ستوديو شوتس قولي بس انا ما بحب صور الاستوديو بحسهم كثير بورينج. لا بنعمل لك اياه بطريقه كثير بروفيشنال وفيري بريزنتبل ومنحط شويه اكسسوار يعني هيك فيري بريف سمول اكسسوارز يعني خلينا نقول يعني ليتس سي اذا شي جرانج بنحط هيك جرافيتي ان ذا باك جراوند. اذا لابس مثلا هدول السويت شيرتس هلا معك حق انه ما بدي الباك جراوند يكون كثير اوفر لبعدين ما يركزوا على ما هيك يعني بدك انه تركزي على الديزاين اكثر ما تركزي على الباك جراوند. انا لانه بحب اكثر الصور اللي بتجي اوت دورز ما بعرف بحس اكثر هلا ايه هلا بركي انه فاشن شو فيك تعملي انه ان ذا ان ذا اوبن هلا في اعملهم باي ذا واي وبحطهم على الانستغرام الاوت دور بس انه صوري اللي بدها تنزل على الويب سايت معي احسن تكون بالاستديو يكون الباك جراوند كثير سامب بس يكونوا ديزاينز هن اون فالور يعني حاطينهم. ومن بعد ما توصلوا لحل بموضوع الفوتوشوت انتقل الحديث لتسويق التصاميم. كنت عم فكر لك ان باراليل انه
ما رح يكون في كتير بيع يعني on the site انه تعملي مثل ستاند ب بمول. ايه اكيد يعني حشوف المولات حشوف ايه. انه لك يعني بدي احكي مع فيتيرينير وبدي اشوف انه البات شوبس تبعهم ايه. اذا قادره انه احط عندهم لا ما ضروري يكون البات شوبس يعني بيقدر يكون يعني عندك سوبر ماركت صح اكيد ايه. بس انه اتليست يكون عندك شي 2 3 لا عندك ان مايند يعني اصحاب معهم وبعدين بصير انه بعطي لبرا شوي شوي ايه شوي شوي يعني حتى عم فكر اكسباند انه اذا مش الحال يا رب ان شاء الله انه افتح كمان مظبوط حط عندهم هلا اكيد الاونلاين هو ما رح يقلع ما رح يقلع الا لتحطي انه هيك ستاندات بمحل يعني كمان الواحد لانه بتعرفي في كثير بعد بفضله بدل ما يجيبوا شيء اونلاين انه يجيبوه من محل يشوفوه. بعد شوي بلش الحديث ياخذ الصبايا على ايام الجامعه. كان عندنا نحن بالانجلش بالاخر في عندنا اورال كوميونيكيشن اورال كوميونيكيشن صح كان لازم تتعلمي هاو تو بريزنت انه بتعملي شيء برزنتيشن مش قدام الكلاس ايه تو بريزنت انا عملتها بتذكر ريسيرش بتذكر انا كنت غرامي وغرامي قدم انا كمان او اعمل البرزنتاسيون انا من انا وصغيره بحب قصص هيك غريبه وصارت أليس تنقل بلا انتباه من حديث للتاني لحظه هلا في اكثر شيء بيقول لا ايام الجامعه ايام الجامعه بتذكر في لحظه بس فرح بلشت تزهق وتعصب من كثرة حكي أليس فحاولت تقطعها عدة مرات بحجة انها بدها تخبر خبرية لا كان الموضوع الاساسي في اصلا خبرية صغيرة خبرية لا لا قولي لا دانا كان الموضوع الاساسي ريح حالك ريح دمي لكن الموضوع انه كيف الهوليوود وكيف الاليف كولابريتيف اذا عم بيأثر في شيء بحكيته بالجامعة في احكي اقول خبريتي بليز بس قولي لها بريك لكن اول برزنتيشن خذي نفس لكن اول برزنتيشن في افورماتيف اوكي مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع لكم ما هو في اربعة لحظة اخر نقطة عليس قلنا فاصل صغير وبنرجع لكم طب اخر نقطة بعرف انا ببلع راديو بس خليكم بانتظار خليكم بانتظارنا لا انا لا احكي خبريتي طب خلص ما ركبتش اوكي فرد ضحك ولما الف اقتنعت منها اخيرا بلشت فرح بخبرية تثبت انها قادرة تخلص حالها من مواقف صعبه مره كان عنا ريشيرش انا من نوع على طول مع رفيقته ريشيرش ما كنت ساوي شيء هي تساوي انا بس بوقف وبقدمه يعني قبل بوقت كنا بالصف انا ورفيقتي عم نخبي حالنا بلا ما يشوفنا وهربنا من الصف قعدنا تحت عم ناكل بنلاقي بس الاستاذ نازل وشافني قال لي اوكي هلا حتقدم الريشيرش قلت له اوكي وانا شو ما ماني محضره شيء ولا شيء ما بعرف شيء عن شيء كل الصف عم يطلع فيي وهو مركز علي قلت له اوكي كود سانو دون نو تغنو شو هيدا مهم قلت شيء كثير بايخ وبتقلي مأكد البايخ بده يقول شيء بايخ يا فرح أليس معها حق بايخة الخبرية شوي لا والعبرة انه نجحناها اخذت كنز ها هي الخبرية انه ايه يعني هلا انا سكتيني سكتيني كرمالي تقولي هالخبرية البيت انا وعقد ما عم تعطي الف اهمية لهالمشروع حست انه صار لازم تخصص شوية وقت لحالها فقصدت جيسيكا خديدة برفقة نادين وبلشت جيسيكا مثل العادة بالقراءة الاولية لوجه أليس هلا أليس من نوع بتضلها بتعتل هم عيلتها خلنا نقدر عائلتها الأرس بيبول هني عطول أوفر بروتكتف على العائلة أوكي ضل يعتلوا هم العائلة ما حدا يمس كرامته ما حدا يمس العائلة سو أي ثينك هي أكثر وحدة بتضلها وراكم هي أكبر وحدة بيناتكم وجزء منها لأنه عندها الطاقة بوجهها سو عندها إياها بالبرسوناليتي طبيعي يلحق بعضه سو أنت كمان من النوع بتشتغل شوي اندبندنت مظبوط ما بتحب حدا فوق راسك هي انت بتعمل الفكره الاساسيه وبتشتغل عليها وبتطوريها لوحدك بدك تاخذي باراء شوي اكسبرت بس بدنا هي تعملي اللي على راسك هذا كله من جست بدك تشتغل شوي على هاي قصه الاوفر بروتكشن اوكي رح نشتغل عليها اوكي بفكر عمري 10 سنين انا قلي طب يعني مش بايدك يمكن بتعيط عليكم ما بتعملوا هيك وعملوا هيك بس فهموها لانه عندها هيدي الطاقه سو هلا انا جاي رح نشتغل على النكست ستيبس وقبل ما تاخذ جيسيكا قياسات الوجه سالتها لألف سؤال اساسي ها
هلا اول شيء بدي اسالك انت شو حابه بالفيس ريدنج تعسي انه تركزي كتغيير بحياتك، هل هو خاصه بالمهنه الشغل او عاطفه؟ اكيد بالمهنه وعاطفه بنفس الوقت. اوكي ان شاء الله هي تتزوج قبل 5 سنين لارتاح منها. لا عم بمزح. يلا رح اخذ لك اسيت وجهك. وباخر الحديث حبت أليس تستفسر شوي عن الين يانغ، فشرحت جيسيكا الموضوع بكل دقة. بالنسبة للين بمحل معين هو بيشتغل على حاله أكيد، بس تجدده أبطأ من اليانغ أكيد، بس هذا ما بيعني الأشخاص الين غلط ولا الأشخاص اليانغ أحسن أكيد، بس هي الفكرة الفيلوسوفية الصينية بكل هالعلوم ما في حدا بيكون بس ما في حدا 100% يانغ، ما في حدا، هي الظروف الحياة هي اللي خلتنا نعيش حالة يين أو حالة يانغ، والإكسبيرينسز بالحياة اللي بتقطع فيها الستريس ليفل اللي بتقطع فيه، يعني هذا كله بسيشيك بالنهاية. سو نحن علينا نعمل لك بالانس بوقت اليين شو تعملي رح علمك، وقت اليانغ شو تعملي. انا شو انت عندك من اليانغ اوكي لانه عندك هالمنتل ستريس العالي شوي عندك اياه، ولانه بتقسى على حالك. اليين ما بيقسوا على حالهم بغير طريقه بفكروا، ما بياخذوا اكشن دغري، انت مش هيك عندك الكوتي براتيك سريع عندك يا اسرع من الشخص اليين. اليين بضل يفكر بحور ويدور ويفكر ويفكر، بضل محله. صح. اوكي وبتقطع الاوبورتينيتي قدامه، وانت من النوع بدك تكمشي دغري الاوبورتينيتي. مضبوط ودغري بلاقي الحل. وهيك انتهت الجلسه، وتواعدوا الصبايا مع جيسيكا على جلسه جديده، على امل انه تعطيهم فيها نتيجه قراءه وجه أليس. بالحلقة الجاية من يوميات The Sisters ما شفتوا لفستان العرس بس القصير بيعرف نحن معزومين بس ما أحليك تقولي مش معزومين بعرف شغله قصير شو حلو باي حلو شو حلو شو حلو شو حلو شو حلو شو حلو